لا لا المباريات لسه، المباريات ما تحمليش همها يعني، المباريات أمرها سهل إن شاء الله يعني. هي السامبلكسية بصراحة اللي بالنسبة لي معضلة كبيرة، مش كبيرة قوي والله يعني، يعني اتليست اتليست اتفرجوا على الفيديو اللي انا كنت بعتاه بتاع حد تاني خالص غيري، يمكن يسهل الامور يعني. عارفة كل واحد بيبقى ليه قدرات فعلا في الشرح، وفي حد بيشرح احسن من حد في درس معين. انا معترف الراجل ده كان شارح الدرس زي الفل، انا عن نفسي فهمته منه، فحاولوا تشوفوه كده وشوفوا الدنيا هتمشي معاكوا ازاي. خلينا نرجع تاني، بما ان انتوا عايزين نفس الحاجة فخلينا بقى من نفس الفايل نرجع نقول، يعني هي نفس المسألة بس هنقولها تاني عملنا فيها ايه. اهي اول حاجة انا هنا هزود لام واحد وهنا هزود لام اتنين، فلما هاجي هفضي هفضي 10 20، بعدين عند لام واحد هحط واحد وعند لام اتنين حطيت صفر، وبعدين 8 8، وبعدين مفيش لام واحد فهحط لها صفر، وفي لام اتنين طب فهحط دكتور لها واحد. الشير سكرين بس. مش موجود. احنا في نفس المسألة اهي الأولانية خالص، قلنا هنتكلم فيها تاني عشان يبقى نفس الاتجاهات، يبقى كله انجلش تمام. يبقى دي 10 20، وبعدين عند لام واحد حطيت واحد، وعند لام اتنين حطيت صفر، هنا 8 8، وبعدين مفيش هنا لام واحد عشان هنا مزودة لام اتنين، فيبقى صفر وبعد كده واحد. هحط اللي بعد علامة الايكوال اللي هما 120 والـ80، حطيتهم هنا، وهحط اللامات لام واحد ولام اتنين، هحط المعاملات بتاعتهم بصفار، وفوق هحط دالة الهدف اللي هي 12 16، وعند اللامات بصفار. هبتدي أحسب الخسارة، الخسارة هي 0 في 10 زائد 0 في 8 بصفر، بعدين 0 في 20 زائد 0 في 8 بصفر زائد 0 في 1 زائد 0 في 0 بصفر، وهكذا. يبقى هي عبارة عن المعاملات مضروبة في كل عمود فيهم. جبت الخسارة، بعدين هجيب الربح ناقص الخسارة. عشان اجيب الربح ناقص الخسارة ازاي؟ يبقى 12 ناقص 0 ب 12، و16 ناقص 0 ب 16، و0 ناقص 0 ب0، و0 ناقص 0 ب0. يبقى انا جبت الربح ناقص الخسارة. هعلم على ايه في دول تفتكروا؟ اكبر قيمة في العمود ده اللي هي ال16، علمت عليه وبقى ده اسمه عمود الحل الامثل. واحسب بالرصاص كده حاجه اسمها الريشيو. الريشيو ده هجيبه ازاي؟ اللي بعد علامه الايكوال اللي هو ال 120 و80 ده هقسمه على العمود بتاع الحل الامثل، فبقت 120 على 20 ب 6، و80 على 8 ب 10. طب من الريشيو ده بختار مين؟ أصغر رقم. اصغر رقم اللي هو ال 6، هقوم جايه معلمه عليه كله، ومكان التقاء الصف مع العمود عمل لي الخليه المحوريه اللي هي ال 20، بقت دي محور حياتي. همسك الصف ده كله واقسمه على 20 وبروزه بره على جنب، 120 على 20 ب 6، 10 على 20 بنص، و20 على 20 بواحد، و1 على 1 على 20 وصفر. برواز ده هو أول حاجة هكتبه في الجدول الجديد، بس هغير اسمه، بدل ما كان اسمه لام واحد هسميه إيه؟ X2 هسميه إكس 2. حلو قوي. طب وعشان اجيب لام واحد بقى، لام اتنين انا اسفه، دي اتنين مش واحد، عشان اجيب لام اتنين دي هكتب قيمها القديمه اللي هي 80 8 8 0 1، كلهم ناقص 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 ايه؟ ناقص الحاجه اللي انا معلمه عليها في الاكس اتنين اللي هي ال 8 8 8 8 8 في ايه؟ حد فاكر؟ في القيم الجديدة اللي أنا جبتها. في البرواز ده. تمام، يبقى في 6 في نص في 1 في 1 على 20 في 0 وهكذا. القيم اللي هتطلع هحطها عند اللام 2، وابتدي عايزه اجيب الخساره اللي هي دي. حد بقى فاكر بجيب الخساره دي ازاي؟ بقول 16 في نص، صح، اه زائد 0 في 4. جميل قوي، 16 في نص زائد 0 في 4. طب هما ال 16 والصفر دول جم منين؟ من المعاملات اللي فوق، المعاملات بتاعت اكس 2 ب 16 وبتاعت لام 2 اللي هي دي بصفر. طيب كده جبت اللي هي الخسارة، بعدين اجيب الربح ناقص الخسارة، الربح اللي هو اللي فوق الثابت ده، ده اسمه الربح، فبقت 12 ناقص 8 ب 4،
و16 ناقص 16 بصفر، و0 ناقص 0 ناقص 4 على 5، و0 ناقص 0 بصفر. طيب كده لسه في حاجة بوزيتيف؟ اه، يبقى هضطر اعيد كل الخطوات تاني. هختار من الحاجات دي ايه؟ حد بقى تاني غير منا يقول لنا. هي امل فاكرة هختار من دولت ايه وليه؟ هختار الأكبر صح؟ الأكبر صح، اللي هي الأربعة، وعلم عليها وبقت دي عمود الحل الأمثل. واحسب على جنب بالرصاص الريشيو، هو عبارة عن الرايت هاند سايد ده مقسوم على عمود الحل الأمثل ده، فبقى 6 على نص ب 12 و32 على 4 ب 8. هختار من دولت الأصغر اللي هي الـ8، ويبقى ده عمود الحل الأمثل. التقاء الاتنين مع بعض عند الأربعة يعمل لي الخلية المحورية. هستفيد منها ايه الأربعة دي؟ هقسمها على الحاجات دي كلها. تمام، هاخد الصف ده كله واقسمه على الأربعة وبروزه بره على جنب. بروزته هوت على جنب بعد ما قسمته على الأربعة، وأقوم جاية كاتباه في الجدول الجديد. في الجدول الجديد بقى هكتبه فين؟ هو أنا اللي قسمته على الأربعة ده اللام اتنين، هكتبه مكان اللام اتنين، بس هسميه بدل لام اتنين هسميه ايه؟ اكس واحد اكس واحد. يبقى سميته اكس واحد وكتبت البرويز. طب عايز اجيب الاكس اتنين ده اجيبه ازاي؟ هنا هاخد الأرقام بتاعته تمام، مع قيم القديمة ناقص 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 ايه؟ الأربعة لا، ناقص الحاجة اللي أنا معلمة عليه في صفه اللي هي النص. النص انا بجيب الاكس اتنين يبقى كلهم ناقص النص في ايه؟ القيم الجديدة اللي جبتها. البرواز اللي انا كاتباه فوق ده. حلو قوي، الريزلتس اللي هتطلع هقوم جايه رصاها واحسب تاني الخساره. احسب الخساره دي ازاي؟ كل رقم في اللي جنبه اللي هي الـ16. المعاملات بقى ما انساش وانا بغير الاسامي اغير المعاملات. يبقى المعاملات بتاعت اكس واحد اللي هي الـ12، وبتاعت الاكس 2 اللي هي الـ16. فيبقى 16 في 2 زائد 12 في 8، وهنا 16 في 0 زائد 12 في 1، وهنا 16 في 1 زائد 12 في 0، وهكذا. هجيب الخسارة بعدين احسب الربح ناقص الخسارة. الربح اللي هو دالة الهدف ده ناقص الخسارة، يبقى 12 ناقص 12 بصفر، و16 ناقص 16 بصفر، صفر ناقص 2 على 5. المهم الحمد لله طلعوا كلهم بالسالب، يبقى المسألة خلصت. ويبقى أحسن حاجة استراتيجية إنتاج أنتج كام واحدة من إكس 2 اللي هي عند الرايت هاند سايد دي اللي هي وحدتين، وعند الإكس 1 أعمل 8. وشكرا جزيلا، خلصت المسألة. هاي يا شباب، إيه الأخبار؟ هي سهلة بس هي طويلة، يعني محتاجة لو حفظنا الخطوات خلاص، بس هي سهلة اعمليها بصراحة. أنا بإيدك كده بالنسبة لي كم مرة وتلخصيها بطريقتك اللي هتفهميها انت بيها. بس أنا بالنسبة لي برضو هتنيها أسهل من الشبكات، يعني بالنسبة لي الشبكات مش سهلة في مشكلة زيها. في السيستم عندك صدقيني، الشبكات ألطف كتير. لا أنا أصلا نسيتها، يعني يا ريت لو حضرتك تعملي ليها تسجيل يبقى ما يا ريت. هعملها، هسجلها مع بتوع عربي يعني مع مجموعات تانية لسه اليومين دولت، وهبعتها لكم إن شاء الله. يا ريت، لان في حاجات عايزه ارجع لها الصراحه. تمام، ناخد واحدة كمان سامبلكس ولا ايه الأخبار يا شباب؟ هو هيبقى في حاجه مختلفه في مساله او تركية، ولا هو خاص لا، كله هو ما نفس فيهاش أي الفكره؟ تريك يعني، هي لا تحتمل التريكس بصراحة، تمام، يعني هي نفس الفكره. نفس كل حاجة بالظبط.